ولا انت اللي شبه الكره الفوتبول، فين امك؟ خش اندهها لي، خش. كانتها مصيبه اله التمرجي ينده عليها في كشف المصابين بانفلونزا الخنازير. يا اخويا ما حسسني ان احنا جايين نقرا فاتحه مش ناخد فلوسنا من الناس اللي نصبوا علينا فيها. شت من طاعي، وطي صوتك يا حبيبتي، الحيطان ليها ودان. وبعدين لعلمك انا جايب جاتو على اساس ان انا ايه ما اخشش بايديا فاضيه، وقلت كمان ان انا ابدا بجاتو عشان في الاخر ان شاء الله نشرب حاجه ساعة. ده احنا جايين زياره بقى مش جايين خناقه. بقول لك ايه، انشف. انشف ايه وانت شايفاني مبلول؟ انا اقصد تبقى حمش وجامد مش خارق زي ابوك. شو سوسو سلوى حبيبتي، ما تهزقنيش قدام ابني. ها بقول لك ايه، احترم نفسك انت يا واكسني يا مضيع حقي، يا اللي خلتني اروح للي يسوى واللي ما يسواش عشان يجي يجيب لي فلوسي وجمعيتي. حضرتك انا مش هرد على حكايه اللي ما يسواش دي عشان انا عارف ان انت متضايقه، يعني اتفضلي حضرتك ارتاحي، حقك حقك حقك. نعم. حضرتك يعني انا جايب دست الجاتو 6 قطع حضرتك بمناسبه الجمعيه ان شاء الله. واضح انها ما بتحبش الجاتو يعني، او عامله دايت. واضح ان الخناقة بدأت بدري. اول الضرب ما يبدأ بلغ فرار. وبلغ الاسعاف بالمرة ان شاء الله. نعم نعم يا سلوى يا منطيعي، هو انت كل يوم والتاني تنطيلي؟ ايه ما وراكيش غيري؟ اديني فلوسي يا حبيبتي واوعدك انك مش هتشوفي السحنة دي تاني. فلوس؟ فلوس ايه يا ام فلوس؟ مالكيش فلوس عندي يا حبيبتي، وانت عارفة كده كويس. ده اخر كلام عندك يا ابو زيزي؟ ايوه يا اخ اخر كلام. ما تصلوا على النبي يا اخوانا، امال مسقش كده؟ يبقى انت كده بقى يا حبيبتي خبطتي على ابليس وفتحتي باب جهنم والبادي اظلم. ياما اوعي يا بنت تكوني فاكره عشان داخله لي بقفصين في ايدك ان انا هخاف منك. مين القفصين دول؟ انا وانت. يا جماعه يا جماعه، يعني احنا جايين نهدي النفوس، واي حد ليه حق هياخده يعني حضرتك. حق ايه ونيله ايه اللي بتقول عليها؟ انت بتتكلم على ناس محترمين، دول ناس نصابين، بيئه بياكلوا حق الناس، عايشين عواله. لعلمك احنا جايين بقى بنقول يا شر شطر. حضرتك انا ما قلتش شر شر دي ولا اعرف اقولها اساسا يعني. انا ما فتحتش بقي حضرتك. لا اوعوا تكونوا فاكريني هنا لوحدي، انا معايا جوه عيال كيفه اكل بني ادمين. ولا يا شماندي انت يا واد يا غراب، ولا يا زلومه يا استك، اجمعوا هنا فورا. تحت امرك يا معلمه. الله اكبر الله اكبر. ايه يا حبيبتي الوجهه المشرفه دول؟ اللي ماما دول هم دول يهزوا شعره فينا؟ احنا ما بناكلش من الكلام ده. حضرتك انا باكل من الكلام ده. انا صايم حضرتك. لعلمكم بقى اللي قدامكم ده بطل العالم في الكونغ فو يعني الكاراتيه، واللي جنبه رشدان بتاع سلاحف النينجا الكبير المدرب بتاعهم. يا حبيبتي دول ياكلوكوا بسنانهم. عارفين السحنه دي مخبيه وراها ايه؟ ايه؟ عارفين مخبيه وراها ايه؟ ايه؟ غيلان شرسه. حضرتك انا ماليش دعوه لا بكاراتيه ولا كون خفو ولا اي حاجه من دي خالص حضرتك يعني. وانا والنعمه الشريفه ما اعرف مين هو رشدان ده يا استاذ. عليكم يا خرعين يا نسوان بشناب، ده انا اللي عايز اخوفهم منكم وبعمل لكم سفيف الاجرام. لا سفيف حاله والنبي، ابويا ناقص هو ناقص. حضرتك احنا كنا جايين عشان بالنسبه للجمعيه، يعني كانت هي اما فاهمانا ان هي ليها فلوس في الجمعيه، فهي لو ليها فلوس يعني جايين ناخدها بالحسنى، ما لهاش فلوس هنمشي بالحسنى والسلام عليكم ورحمه الله. ولا ايه؟ صح. لا بقى البت دي نصابه وملهاش جمعيه وعليها قسطين ما تدفعوه. ايه ده نصابه؟ نصابه واحنا جايين ندافع على نصابه يا بابا؟ معقوله؟ لا 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 احنا ما ندافعش على نصابه. لا ما دام نصابه يبقى الله يتكل على الله. طلعت نصابه يا عم، طلعت نصابه. سلام عليكم. بعتوني يا واطيين، سبتوني ومشيتم، مفكرني ما اقدرش اقوم بالرابش ده؟ لا يا حبايبي
لله اني خلاص دلوقتي مفيش اي منطعيات. ان شاء الله مفيش اي منطعيات. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتخبلت في دماغي وجوزت الجوازه السودة دي. يا اللي تعمله يا فيقي في منطعي تلاقي. ايوه ما كنت قدامك اهو زي الفل، رفضت النعمه برجليك وسبتني. ايوه يا ماما. معلش يا انعام سامحيني يا حبيبتي، غلطة وندمان عليها. يا عم هاني شاكر، انت هتساب اللي ماما وانا قاعد ولا ايه يا بابا؟ الله في ايه؟ افتحوا يا افتحوا افتحوا ايه؟ تفتح راسكم مش قادرة. يا بنت اللذينة انت لسه عايشة؟ هي ايه؟ من النوع اللي ما بيموتش. عادل عادل مفاتك ما بتفتحلهاش بقى، علشان دي ممكن تكون بتخلص في الانفاسات بتاعتها وتيجي تقع علينا هنا وتموت، وبعد كده كل العفريتات بتاعتها تطلع لنا. عفريتات وانفاسات؟ اوعي تقولي كده قدامها. طب انت افتح لها بدل ما تكسر الباب. حاضر يا باشا. هكسر لكم الباب. ساعة عشان تفتحي اللي هتتفتح في دماغك طاقة تاخد فيها أربع غرز يا بعيد كده. تسيبوني وتهربوا يا رجالة يا عرر. تسلم ايد الفنان التشكيلي اللي عمل فيك كده. ماله يا حبيبي فيا؟ أنا فيا زي الفل أهو، مالي فيا إيه؟ إيه ده؟ أنا مراتي تتضرب وأنا على قيد الحياة؟ يلا بينا ناخد بطارها عادل. يلا بينا. ايه ايه يلا بينا؟ هي مراتك ولا مراتي يا بابا؟ للاسف مرات انا. خلاص يلا بيك انت بقى، روح خد طارها انت حر. وبعدين فلوس جمعيتي؟ فلوسها وجمعيتها. طب ما تصرف لها يا بابا. ايه يا سناء؟ انا من رايي انك تبقي ست متحضره ومحترمه وتستغلي القانون مره في حياتك. روحي الاسم اعملي محضر بالضرب اللي على خلقتك ده. افهمتيني يا مدرسه؟ علمتيني يا معلمة إلها تتوكسي ليه يا حبيبتي؟ أروح أعمل محضر ليه؟ مالي كتعة فقدت زراعية؟ ما هم زي الفل أهم وأنا حية أرزق. صحيح خسرت أول جولة، إنما الجولات اللي جاية كتير يا حبيبتي. وأروح لهم أروح لهم الناس الدون الزبالة الرمم اللي ما يتخيروش عنكم. ما تزرقتش يا مجيدة. ليه انت بتلططشي قرد؟